السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المتابعين، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة جديدة خالص، هنعمل الطحال ومعاه الفشة ومعاه اللحمة. هنعملهم ازاي بقى؟ هناخد الطحال ده هنغسله كويس ونشطفه حلو، ونقوم جايين سلقينه لوحده وحاطين في المية بتاعته التوابل والبصل والفلفل والبهارات والطماطم، ماشي؟ ده لوحده في حلة لوحده، ماشي؟ والفشة في حلة لوحديها، هنسلقها برضك وايه، وهننضفها ونشطفها حلو ونسلقها، نعملها زي ما عملنا في مع الطحال. واللحمة هنشوحها لوحديها في حلة لوحديها، يعني نعمل 3 حاجات مع بعض: الطحال والفشة واللحمة. كل حاجة من دول هنسلقهم لوحديهم، ماشي؟ بالنسبة بقى للطحال هنسلقه ونغير له المية هو والفك. ودي يا حبايبي حطينا، استني ثانية واحدة يا جوجو، حطينا في على البوتاجاز حلة فيها مية وفلفل وكمون، توابل بسيطة وطماطم وفلفل وبصل، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الطحال بعد ما غسلناه وظبطناه وهنغير له الميه. هنعمل كده بقى برضك مع الفشه في حله لوحديها. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته، وحطوا ايه لايك. حطيناش ما جاتش يا شوشو في الصوره، حطوا ايه لايك، اوعى ايدك تتلسعي يا حبيبتي. هنخلص ونوريكم عشان ما نطولش عليكم. ادي يا حبايبي حطينا في حلة تانية الزيت، وهنبدأ بسم الله نشوح ايه اللحمة. هنشوحها، خليكم معانا، ادي اللحمة بنشوحها في حلة لوحديها خالص. بعد ما نخلص تشويح اللحمة هنحط البصل والطماطم والفلفل والتوابل، ونحط مية سخنة من الفرن. هنحط البصل والطماطم والفلفل بعد ما شوحنا اللحمة، ومعاهم التوابل الفلفل وكمون بس، ماشي؟ وادي اللحمة بعد ما شوحنا، خلي بالكم عشان ما تنشوش. حطينا البصل والطماطم والفلفل، حطينا التوابل كمان عليه، وقلبناهم مع بعض. وهنحط بسم الله مية من الفرن، خلي بالك كده يا حبايبي. يكون خلصنا اللحمة، هنطلع منها شوربة حلوة، وهنوريكم احنا هنعمل ايه تاني. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حتة تانية. وكده يا حبايبي سلقنا الفشة والطحال، وادي شوحنا اللحمة. اوكي، هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هناخد الطحال هنقشره وهنقطعه، وفي الاخر هنوريكم احنا هنعمل ايه. يعني هنقطع كل الحاجات دي، اللحمة والفشة، ونقشر الطحال ونقطعه، ونوريكم احنا هنعمل ايه. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته، حطوا ايه لايك وشير وسبسكرايب. يلا عائلة فكرة تانية مع روشة، خليكم مع بعض، انضموا لبعض، كبروا بعض، عشان ربنا يكرمكم كلكم وتمنوا الخير لبعض، بالتوفيق للجميع. وشكرا لعائلة فكرة تانية بتكبر كل يوم ان شاء الله، بالتوفيق لنا كلنا وبالهنا والشفاء. جربوا وهيعجبكم الوصف. كده يا حبيبتي، وكده يا حبايبي قطعناهم، ماشي؟ هنعملهم في صينية لوحدهم، هنشوحهم بالزيت وهنحط لهم فلفل اسمر بس، شعره بسيطه يعني. اوكي، يعني حبه صغيرين خالص فلفل اسمر عليهم. ونعمل اللحمه برضو، نقطعها حتت صغيره ونعملها لوحديها، علشان في لو في حد بيحب ياكل لحمه بس ياكل، حد من العيله مش بيحب ياكل مثلا ولا فشه ولا طحال، عادي، ماشي؟ الاكل ده اذواق وحريه.
والهنا والشفا، جربوها وحطوا لايك، ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب على رأي جوجو. انا جوجو قلت لها روحي العبي على ما اخلص وبتعالي تاني، ماشي؟ هي هتيجي كمان شويه هتنهي معاكم الفيديو، ماشي يا حبايبي؟ هنبدأ دلوقتي بقى نحمرهم ونجيلكوا تاني. خليكوا معانا، اوعوا تروحوا في اي حته تانيه يا حبايبي. هتنوها زي المصنع كده بالظبط، ماشي؟ نقطة زيت بس ورشة ملح، سوري رشة رشة فلفل أسمر ورشة ملح بس كده، وبنانا ونشوفها. جربوها تعجبكم، ماشي؟ ريحتها تحفة. ماشي، هنفردها بقى في طبق وخلاص على كده مع حبة سلطة ومع عيش بلدي. يلا يا رب تكون تعجبكم وجربوه. وعلى فكره ما رضوش يخلوني احط اللحمه معاها، قالوا لي يا عمر احنا عايزين ناكل لحمه لوحديها كام واحد. اوبا، جربوها بقى وهتعجبكم. وادي اللحمه اهي، قالوا لي يعني ناكلها كده لوحديها بعيد عن الفشه والطحون، ماشي؟ جربوها كده وهتعجبكم بالهنا والشفا مع عيش بلدي وسلطه. يلا ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الفيديو، نشوفوا الفيديو الاخر. يلا مع بعض عائله فكره تانيه مع رشا، نكبر مع بعض ما نحتاجش حاجه من حد، ماشي؟ ونقف مع بعض، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.